السلام عليكم، مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد. غادي نشارك معكم ثلاثة ديال العواصر غادي تستافدوا منهم، عواصر اللي هما صحيين، فقلت علاش لا ما نقتسمهمش معكم في شهر رمضان. ان شاء الله غادي يعجبكم، اللي هما صحيين في متناول الجميع. فهنا عندنا كما شفتوا التفاح، فراكم عارفين بزاف منا كنعانيو من زيادة الوزن والدهون اللي عندنا متراكم في الجناب وفي الكرش في كل شيء. الا كنتوا باغيين نقصوا من الوزن ديالكم فهاد العصير هذا مفيد بزاف، كما شفتوا فيه التفاح والماء، فهو الا شربتوه فهو غيساعدكم باش تحيدوا الشحوم اللي عندكم متراكمه في الجسم ديالكم، وكيبقى صحي متناول الجميع. فهنايا بالنسبه للتفاح فانا ما زدتش معاه السكر، فبالنسبه للتفاح من احسن خذوا التفاح يكون شي شويه يعني فيه الحلاوه باش تقدروا تشربوا العصير، فلا بغيتوا تزيدوا معاه السكر فزيدوا. فكما قلت لكم فوائد التفاح ليا بزاف، يعني كتحيد لنا الشحم من الكرش، كتساعدنا باش نضعفو، حتى كتهبط النسبه ديال الكوليسترول. الناس اللي فيهم الكوليسترول فمن الاحسن الا كنتو باغيين تنقصوا الوزن يعني ما تعتمدوش على التفاح بوحديته، فكذلك غادي تنقصوا بزاف ديال الماكله. فهي التفاح كلوه قبل ما تاكلوا الاكل. فكما شفتوا العصير ديالنا كيجي على هذا الشكل هذا، وكيجي خاطر وكذلك كيجي لذيذ، فتقدروا تشربوه بسهوله يعني واخا ما تزيدوش فيه السكر. وهنا غادي ندوز معكم العصير رقم جوج اللي هو صحي وبدون سكر، وكيجي هو زوين سورتو الا كان في الثلاجه وكان بارد فكيجي زوين. هنا كما شفتوا دابا الدلاح تبارك الله راه دخل عندنا هنا الدلاح، تقدروا تجيبوا الدلاح اللي ما فيهش العظم، ولا الا كان عندكم فيه العظم فخليوه بالعظم ديالو. هنا عندي الخص، عندي داك الخص البلدي. هنا غادي نشد كاس ديال العصير، غادي ندير الدلاح كما شفتوا. هنايا عندكم الاختيار، تقدو ديرو الماء، تزيدو واحد شويه الماء كما غادي تشوفوا دابا كما غادي ندير، تقدو تزيدو واحد الكاس ديال عصير الليمون، عندكم الاختيار اما تزيدو الماء ولا تزيدو عصير الليمون كيف ما بغيتو. فانا هنا غادي نزيد الخس على داك التلاح اللي درت، وغادي نزيد الماء، ومن بعد غنخليه يتطحن باش يهبط ليا ديك الدلاح وهداك، عاد نزيد عليه داك الشيء اللي باقي لي. فغادي نخلي كلشي كيتطحن كما شفتوا العظم راه خليته فيه. فمن بعد غادي نشد واحد الصفاي اللي غادي نصفي هذا العصير كله باش يهبط ليا غير الماء، باش داك الزريعه وداك البقايا ديال الخس اللي كتكون شويه حرشه يعني ما تطحناتليش. فغادي نشد الصفاي وغادي نصفي هذا العصير كله، وغادي نديرو في كاس ونديرو في الثلاجه يبرد، كيتشرب بارد فصراحه كيجي واعر كيجي زوين. فانا كما لاحظتوا يعني العواصر كلهم ما درتش فيهم السكر، وانتم كيبقى لكم الاختيار الا بغيتوا ديروا السكر، يعني من احسن نجتنبوا على السكر. راه حنا دابا ان شاء الله في رمضان، يعني في هذه فرصه ذهبيه للناس اللي باغيين ينقصوا الوزن فيتفاداو السكر وينقصوا من الدهون ونقصوا من بزاف ديال التوجات. فديروا جوج حوايج، ديروا طاجين وديروا معاه شي حاجه اخرى والصلاه على النبي. فهذه فرصه ذهبيه للناس اللي باغيين ينقصوا الوزن يبعدوا من السكر. فهذه نصيحة ديالي لكم. فكما شفتوا ما زدتش حتى طوبه ديال السكر، فغادي نصفيه كما قلتوا. كتشوفوا غير العصير هابط حتى داك العظومه وداك الشيء كله كيبقى في الصفاي. فكنتمنى هاد العواصر هادو يعجبوكم، فخليكم معايا حتى لنهايه الفيديو، فغادي ندير لكم نوع اخر من العصير اللي هو كذلك صحي. فهذا هو العصير ديالنا كما شفتوا، كيجي خاطر وفيه الكشكوش هكاك فكيجي زوين، فكنتمنى يعجبكم. فحتى بالنسبه لولادكم الا ما كانوش كياكلوا لكم لي فخو يعني الفواكه هكاك، فتقدروا تستغلوا هذه الفرصه هذه تطحنوا لهم كلشي وتعطيوهم يشربوا، فان شاء الله غادي يستافدوا منهم حتى هما. والعصير رقم ثلاثة فكما شفتوا ديال الباربا، هذا عندي باربا اللي هي خضراء، فكما كتعرفوا يعني الباربا بزاف من اللي ما كيعطيهاش واحد الاهميه اللي هي
صافي يعني كاين اللي ما عندوش معها تقريبا، كاين اللي ما كياكلهاش كاع، فهي بصراحه عندها حتى هي فوائد بزاف، فهي كتقوي المناعه يعني، واخا تشوفوا اللون ديالها احمر هكاك فهي فيها الياف غذائيه، فبالنسبه للناس اللي عندهم السكر فمزيان لهم هذا العصير ديال البربا، يعني تكون البربا خضراء خير من البربا مسلوقه، البربا خضراء فيها فوائد كثيره البربا مسلوقه. الناس اللي فيهم السكر يعني حتى لاكلو بزاف البربا هكاك اما شلاضه ولا عصير، يعني لاكلو كميه كثيره من البربا خضراء يعني كتبقى احسن من البربا مسلوقه. فكما شفتوا هنايا زدت عليها الليمون، فإلا كان عندكم الليمون يعني تعصروا على يديكم يكون احسن، فانا درت ليها الليمون ديال العصير، يعني كنحاولوا ناخذوه يعني 100% يكون جو دورانج، شويه من الاحسن تعصروا العصير على يديكم. صافي كنطحن كلشي كما قلت لكم، تقدروا تضيفوا السكر لا بغيتوا، الا ما ضفتوش السكر وقدرتوا تشربوا العصير هكاك فيكون احسن. فكان هذا هو العصير ديالنا رقم 3، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وهادو كلهم العواصف اللي درت معكم فهما كيبقاو صحيين بزاف، فكنتمنى لا فيديو ديال هاد النهار تنال الاعجاب ديالكم، خليتكم فرحة الله، ما تنساوش تخليو لايك وتبارطاجيو لا فيديو سي. السلام عليكم.